مسا مسا على كل وشاء دحيح الأفلام. عارف جملة بتقول مانيال من ستة لسيدي؟ هي دي بقى قصة الفيلم بتاعنا، فيلم زاميز رينا الجزء الثاني. هتقولي طب انا ما شفتش الجزء الاول يا دحيح، اقول لك ولا انا بس اتبسطت بالجزء الثاني عادي، واتفرج واتبسط انت كمان على واحد من اقوى افلام الاثارة والخيال العلمي اللي صدر السنة 2015، واللي بيبدا بعمينة توماس وهو بيحصل له فلاش باك مع امه وهو صغير، وبتقول له احنا لازم ننفصل دلوقتي علشان ده كده احسن لك، وما تخافش يا حبيبي هتبقى احسن وكويس هناك. وبعدين بنشوف سلسلة ديتها لتوماس، وبعدها بيركب طيارة شبه السفينة الفضائية كده مع أطفال كتير قوي ولا كأنه باص مدرسة. وبعدها بنشوف توماس بيفوق من الذكريات دي على واحدة بتقول له اصحى يا عم احنا نمشي من هنا، قال لها حاضر، ونزل مع زمايله أول ما فتحوا الباب بتاع الطيارة لقينا واحد بيزعق وبيقول كرانكس كرانكس يا جدعان اجروا يلا، وبيبدأ الأولاد يجروا بسرعة قوي ناحية مبنى للناس اللي في الطيارة بيشاوروا عليه، وفي حاجات شبه البشر بتحاول تهجم عليهم بس الرجالة بيكون معاها سلاح وبتتعامل معاهم. بيجري اخر واحد اللي هو توماس ويدخل المكان، وبعدين يقفلوا عليه وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل، وبيجي واحد يقول لهم انا اسمي جانسن ازيكم، وطالما الراجل ده ظهر في فيلم او مسلسل تعرف انه شرير، ما تفهمش ليه كده بس هو دايما طالع مؤذي. بس هنا توماس ما بيبقاش مرتاح له، بيقول له انت مين يعني؟ قال له انا اللي انقذت حياتكم وهممني انكم تكونوا كويسين وتغيروا حياتكم بالكامل، وبعدين المكان اللي انتوا جايين منه ما تبقاش منه كتير للاسف، العالم اتغير خالص وده اكتر مكان امان ليكم، بس الاول استحموا علشان كده هتقتلونا بالريحه دي. وبيخشوا يستحموا هم مش مصدقين انهم لقوا ميه وحمام وكل ده. وبعدين بنشوف توماس مع الراجل ده في اوضه وبيقول له خير يا رجوله، قال له معلش ازعجتك بس انا كنت عايز اتكلم معاك شويه، او بمعنى ادق اعرف انت تبع مين في الفريق. قال له انا كنت شغال في ويكيد وبعدين رموني في المتاهه زمان، وبعدها حصل اللي حصل في الجزء الاول. قال له طب رموك ليه هناك؟ قال له معرفش اسالهم بقى قبل ما تقتلهم. قال له حلو يعني انت كده معانا مش مع ويكيد اللي خطفتكم ورميتكم في المتاهه؟ قال له ايوه. اي حد ضدهم انا معاه. وبعدين بنشوفهم بيدوهم شويه فيتامينات وبيعملوا عليهم فحوصات، وخدوا الترسه المزه بتاعت توماس يعملوا عليها فحوصات برضه، وبعدين حطوهم كلهم في اوضه اكل وقعدوا يحكوا اللي حصل في المتاهه، وانه بعدها على طول حصل انفجار كبير والرجاله دي جت وانقذتهم من المكان اللي كانوا فيه الحمد لله. وبعدين بيعرفوا ان ادم واحد في المكان الولد اللي قاعد لوحده هناك ده، وانهم كل يوم بييجوا يندهوا شويه اسماء ياخدوهم ويمشوا، واكيد دول بيسفروهم السعوديه او بيدوهم حاجه حلوه. بس يلا مصير دورنا يجي، وبيجي جانسن فعلا وبينده شويه اسماء، وبعدها بيقول الباقي هيروح دلوقتي على الاوضه بتاعته. وبعدها بيشوف توماس تريسا ماشيه باصه قدامها وبيحاول يخرج بس بيمنعوه وبيقولوا له معلش هي بتعمل شويه حاجات اضافيه وهتخرج ما تقلقش. وبعدين بيروحوا الاوض وبيقول لهم انا مش مرتاح، قالوا له ان شاء الله عنك ما ارتحت احنا مرتاحين. وبعد شويه لما كله يروح في النوم بيلاقي حد بينده من تحت وبيبص بيلاقي في فتحه التهويه وبيقول له تعالى، وبنعرف ان هو الواد اللي قاعد لوحده اللي اسمه اريس ده. وتوماس بيقول له خير يا رجوله؟ قال له تعالى اوريك حاجه، وبياخده يلففه في فتحات التهويه علشان بعده يلاقي نفسه قدام اوضه وبيدخل فيها جثث متغطيه، وبيقول له بس كده للاسف فتحات التهويه مش بتخش عند الاوضه دي، وبيقول له انهم كل يوم يجيبوا ناس جديده بس ما حدش بيخرج من الناس اللي بتدخل. قال له طب وبتقول لي انا ليه الكلام ده؟ قال له علشان زمايلك بيثقوا فيك وهيسمعوا كلامك. وبعدين بنشوفهم تاني يوم في اوضه الاكل، وتوماس بيقول لهم ايه اللي حصل، وبيقول لهم ان في حاجه غلط. وبعد ما بيخشوا وبيندهوا على اسم شويه ناس بيقوم توماس ويتخانق مع الحرس علشان عايز يخرج. وبعدها بنشوف صحابه قاموا معاه، وبعدين بيجي جانسن ويقول لهم ايه مش قلنا نثق في بعض شويه؟ عيب كده يلا كله يروح على اوضته يا جدعان. وبنعرف بعدها في الاوضه ان في ناس مش موافقه توماس وبيقولوا له الناس دي جابت لنا اكل وشرب ولبس وهربتنا من ويكيد اكيد مش هيضرونا. قال له برضه نعرف ايه اللي حصل، وراح رافع الكارت وقال لهم انا اصلا كنت عامل الخناقه علشان اسرع الكارت اللي اقدر ادخل بيه جوه. وبعدين بيقول لهم اروح مع اريس اعرف ايه الحوار واقول لكم، اما حاجه غطوا غيابي بس. وبيروح مع اريس والكارت بيفتح الحمد لله. وبعدها بيخشوا اوضه بيلاقوا جثث كتير متعلقه، هي مش جثث هم اجساد بشر بس متخدره وساكنه ما تعرفش بيعملوا فيها ايه، بس هم عايشين لسه. وبيلاقي توماس ترسى منهم بس طبعا مش في وعيها خالص. وبعدين بيلاقوا في حد جاي وبيستخبوا بسرعه، وبيلاقوا جانسن وبيتكلم مع واحده فيديو وبتقول له الناتج اللي طالع مش افضل حاجه، وقالت له انها هتغير معادي
فيلم جي بتاعها وهتيجي بكره الصبح بدري علشان يشوف ناتج افضل. قالت له يجهز كل اللي عنده. قال لها صعبه قوي نعملها الصبح دي، احنا شغالين واحده واحده علشان نطلع احسن جوده. قالت له خلاص نشوف حد مش شغال واحده واحده بسيطه. قال لها لا لا مفيش داعي. قالت له طيب شوف شغلك وشوف لي الدراع اليمين في الجبل اللي مدمر لينا لحد دلوقتي 2 من المباني بتاعتنا. قال لها حاضر هنشوفه وهبدا بالدفعه الجديده على طول، وتيجي الصبح تلاقيهم جاهزين ما تلاقيش. وبعدين بيخرجوا علشان يبدا إيريس وتوماس يجروا وهم راجعين ويروحوا الاوضه ويقولوا لهم ان ويكد اللي ورا كل ده ودول مش مؤسسة مختلفة ولا ناس تانية ولازم نمشي حالا. وبيسدوا الباب علشان جانسون اللي جاي بسرعة مع رجالته يلاقيهم مش موجودين اول ما يدخل، ويبدأوا يهربوا بشكل عشوائي من المبنى، وهم بيهربوا بيلاقوا في وشهم دكتور. وهنا بيشوفهم جانسون في الكاميرات وهم واخدينها رهينة، وبتوديهم على الأوضة اللي بتعمل فيها أبحاث على ترسة ويصحوها من النوم علشان تهرب معاه. وفي النص بيقابلوا جندي ويسرقوا منه سلاحه وبعدين يضربوا بيه على واحد تاني ويحاولوا يهربوا، بس بيوصلوا الباب ما ينفعش الكارت يعديهم منه. وجانسون بيجي كان منبه انهم يقبضوا عليهم احياء، ويقول لتوماس خلاص يا اسطى انتوا كده اتقفشتوا ما تكترش بقى. وبعدين بنلاقي الباب بيتفتح من الناحيه الثانيه لانهم كانوا انقسموا وبيجري الكل بره، بس توماس كان هيتمسك وبيقدر يخرج في اخر لحظه من الباب. وبعدين بيكسروا الباب من الناحيه الثانيه علشان ما حدش يقدر يخرج خالص وراهم، وبيجروا باقصى سرعه بره. وبعدين بيخرجوا بره المنظمه خالص وبيجروا بعيد في الصحراء، وكان في عاصفه بدات وقالوا هيستغلوها ويستخبوا من الناس دي، والمنظمه طلعت وراهم طيارات وموتوسيكلات وعربيات، بس كل ده ما اشتغلش لان الاطفال عرفوا يستخبوا ويبعدوا عنهم قدر الامكان باستغلال العاصفه. وبعدين بيلاقوا مدخل لمبنى مستخبي كده وبيخشوا فيه كلهم وهم مش عارفين هيعملوا ايه. وبعدين بيسالوا توماس ايه الخطه اللي عندك؟ قال لهم خطه ايه؟ معرفش. قال له وحيات امك، امال هربتنا ليه لما انت ما تعرفش؟ قال له يا خنزير ما هم كانوا ويكد وهيعملوا فينا زي ما عملوا في الجثث المتعلقه، ولا الناس الغريبه اللي هناك دي وما نعرفش ايه ده، وكان لازم نمشي بسرعه ما كانش فيه اي وقت للتفسير. بس عامة يعني احنا لازم نروح لحد اسمه الدراع اليمين في الجبل ده اللي ضدهم وبيقاومهم. قالوا له حلو ماشي. وبعدين بيقعدوا يلفوا في المكان ويدوروا على اي حاجة يستخدموها، وكلهم بيلاقوا لبسه بيلبسوا لبس تقيل وبيلاقوا كشافات وبيقعدوا يلفوا في المكان حبة. وبعدين بيلاقوا كهرباء ويشغلوها علشان يبقوا شايفين احسن، ولسه اللي شغلوا الكهرباء بيلفوا لقوا في وشهم كائنات غريبة اللي هي تقريبا كده اسمها كرانكس، وبيطلعوا يجروا وهم بيصرخوا والباقي بيجري معاهم، وبيطلع المبنى مش فاضي لله كده ده مرشق بالكائنات دي في كل حتة، وبيحاولوا يربوا الكائنات دي وراهم مش ناوية تحلهم باين، لحد ما واحد فيهم بيمسكوه الكائنات دي بس اصحابه بيرجعوا ويشدوه منهم، بس بيكون اتعور في بطنه جامد للأسف. وبعدين بيشدوه ويجروا بعيد واحد بيعطلهم ويقفل الباب، وبعدين بيجري هو كمان وبيستخبوا منهم في حتة من الدارية وهم ساكتين للصبح. وبعدين بيصحى توماس الصبح يلاقي غراب بيحاول يسرق حاجات من اللي جمعها، وبيقول له امشي يلا من هنا. وبعدين كلهم بيصحوا وبيقولوا المفروض بقى نعمل ايه دلوقتي؟ وبعدين الجبال دي بعيدة فشخة، لهم ايوه ما هي علشان بعيده لازم نتحرك دلوقتي ونروح علشان نوصل قبل ما نموت من العطش والجوع. وبيبداوا يتحركوا مع بعض، والعالم بيكون متدمر خالص ولا كانها كانت ساحه حرب وكل اللي فيها ماتوا. وبعدين توماس بيقول لهم سامعين، وبعد شويه بيلاقوا طيارات من ويكيد بتدور عليهم وهتعمل معاهم الصح لو لقيتهم، وبيستخبوا اول ما بتعدي بيخرجوا يكملوا طريقهم عادي. وفي نص الطريق كده بيلاقي ترسا واقفه لوحدها بعيد وبيقول لها ايه في ايه مالك؟ قالت له انا حاسه اننا بنعك ولازم نرجع. قال لها نرجع بس؟ قالت له مين قال لك اننا نوصل؟ ما نرجع وخلاص ونشوفهم عايزين ايه؟ قال لها فوقي وبطلي هبل بقى. وبعدين بنشوفهم بيدوا عليهم وبيقولوا لهم الواد المصاد ده شد السلاح وكان هيموت نفسه، وبيقول لهم يا جدعان سيبوني بجد ما تهزروش، انا مش عايز اتحول لواحد من الكائنات دي والنبي. وبعدين بيقول لهم البتاع دي بتكبر جوايا وشويه وهبقى شبه الحاجات دي، فادوني السلاح. وبعدين كلهم بيوافقوا وبيودعوه، وتوماس بيعتزله قال له مش متضايق يا توماس، خلي بالك بس منهم كويس واتكل على الله. وبيمشي توماس وكلهم بيتحركوا ناحيه الجبال، وبعدها بيسمعوا صوت طلقه وبيعرفوا انه مات ويكملوا طريقهم عادي. وبعدين بيكملوا طريقهم وبيتعبوا في النص والميه تقريبا خلصت منهم، وربنا يستر ويلاقوا تاني قدام او يوصلوا قبل ما يموتوا خالص. وبعدين بيناموا من التعب ويصحوا بالليل على صوت غريب، وبيبصوا حواليهم لقوا عاصفه رعديه جايه عليهم وصواعق البرق نازله عليهم جامد من كل حته. وبعدين بيشوفوا من بعيد نور وبيعرفوا انهم تقريبا وصلوا خلاص، بس لازم يجروا بسرعه ناحيه الانوار والمباني دي ويستخبوا فيها من البرق والرعد بدل ما يموتوا. وبيتحركوا باسرع ما عندهم وبيقربوا قوي، بس في واحد منهم اسمه منه بيجري جنب توماس بتضربه الصاعقه وبيفقد الوعي او بيموت لسه ما نعرفش. والواد توماس مش بيبقى سامع
حاجة، بس كلهم بيرجعوا يشدوا الاتنين معاهم ويخشوا جوه، وبعدين بيلفوا حوالين منه ويقعدوا يصحوه، وفي الاخر بيفوق الحمد لله وبيقول لهم ايه اللي حصل. قالوا له لا مفيش حاجة، انت عملت شعرك بس استشوار سريع ونمت وانت بتعمل. وبعدين بيسمعوا صوت غريب وبيقوموا يلاقوا واحد من الكرانكس هجم عليهم، وبيتحركوا خطوة كمان ويلاقوا واحد تاني هجم عليهم، وبيبدأوا يترهبوا علشان بعدها يلاقوا بريندا خارجة وبتقول لهم كده تصحوا كلاب الحراسة بتاعتنا وتخضونا. وبعدين بتقول له تعالوا ورايا ما تخافوش، دول مربوطين بجنازير. وبيمشوا وراها علشان يقابلوا واحد هي قالت اسمه خورخي، ولما سألوها مين ده قالت هنشوف اهو كلنا. وبيظهر قدامنا الراجل العظمة الفنان اللي بيتفرج على اي عمل هو فيه وانا متكيف، وكان بيصلح راديو. وبعدين بيفرقع منه وبيقول لهم تفتكروا ان العالم متآمر عليا؟ طيب اصل بجد يعني مش عارف اظبط الراديو بقالي شهر علشان اسمع اغنية ام كلثوم. وبعدين بيقول لهم دلوقتي انا عايز اعرف انتوا جايين منين ورايحين فين، وغير كده انا اكسب ازاي واستفيد من الموضوع ده. قالوا له احنا رايحين الجبل. قال لهم حلو وجايين منين؟ قالوا له ما يخصكش، انت هتصاحبنا ولا ايه؟ قال لهم تمام قوي. ورجالته بيكتفوهم كلهم، وبعدين بيستخدموا جهاز بيعمل لهم مسح على الرموز اللي في رقبتهم من ورا، وبيعرف انهم من ويكد. وبيقول لهم يا اولادي الذين انتم من ويكد، انا قلت للبت بريندا برضو وريني العيال اللي وصلت هنا دي، عمر ما حد قدر يوصل لهنا ويعيش بعد ما مشي في الارض المحروقه. وكان عندي احساس ان اللي عمل كده ناس خارقين ثلاثه هربانين من ويكد ومن الارض المحروقه، فعاش قوي وانتوا كده بالنسبه لي غاليين ومهمين جدا. يلا رجاله خدوهم وعلقوهم لحد ما اشوف هنقدر نستفيد منهم ازاي. وبعدين بيقعدوا يشتموا في توماس وهم متعلقين، ويقولوا له مش انت يا حيوان اللي قلت لنا نطلع نسمع الراجل ده عايز ايه، ويمكن عايز خير او معلقنا كلنا زي البصرمه ويا عالم هيعمل فينا ايه. وبعدين بيجي خورخي ويقول لهم ايه اخبار الاقامه عندنا يا شباب؟ قالوا له عاديه، المهم انت عايز ايه منا؟ قال لهم تقولوا ليا كل حاجه عن الدراع اليمين. قالوا له لا مش هنقول. هتعمل ايه بقى؟ قال لهم انزلكم تحت واموتكم. وبعدين قالوا له خلاص يابا بنهزر ما تزعلش، بس احنا ما نعرفش حاجات كتير عامه، احنا عارفين ان الدراع اليمين ده ضد ويكد ودمر لهم مباني واحنا عايزين نروح له بس. وبعدين بيقول لهم ماشي، بس الدراع اليمين ده وهم عمر ما حد هيلاقيه، فكل كلامكم ومشواركم ده في شنك، علشان حد يطلع كسبان من الليله دي ابيعكم تاني لويكد وهم يتصرفوا معاكم. قالوا له لا ما تهزرش، ده احنا من اول الفيلم بنجري منهم. وبعدين بنشوف ان المساعد بتاع خورخي طلع الجاسوس شغال مع ويكد، وهو اللي اتصل بجانسن او الملايال دي جت. وبعدين بنشوف جانسن جه وبيقول لهم ان المكان متحاصر وخلونا نساعدكم احسن ما فيروس فلاير المنتشر ده يقتلكم خالص. وبعدين بنشوف خورخي مع بريندا وبيقول لها يلا علشان هنروح معاهم، هم دول بوابتنا للجنه. قالت له يا عم بوابه ايه ده وهم؟ قال لها لازم نحاول نوصل للدراع اليمين من خلالهم، لو فضلنا هنا مسنا هنموت ومش هعرف احميكي طول عمري وافترض اني فقدت السيطره. قالت له يا عم خليه على الله. قال لها ونعم بالله، بس برضو لازم نتحرك، يلا هظبط قنابل علشان نبعد عن الناس بتوع ويكد وانت جاهزي ليا. في الوقت ده كان العيال اصلا هربوا، قبل ما يمشوا لقوا جاسوس ويكد قدامهم وبيهددهم، وراحت بريندا جت وقتلته وقالت لهم يلا، وخورخي بيجي يقول لهم يلا رجاله هنوديكم عند الدراع اليمين. وبعدين بينفصل بريندا وتوماس عن الباقيين، والمزيكا اللي مشغله خورخي بتبقى عباره عن قنبله موقوته، واول ما بتخلص الاغنيه المبنى بينفجر وكان خلاص كلهم هرب، بس توماس وبريندا لسه جوه وعايزين يهربوا. بينزلوا تحت الارض وبيلاقوا نفسهم جوه انفاق ضلمه ومش عارفين طريق الخروج منين. وبعدين بيقول لها انتوا بتساعدونا ليه؟ قالت له علشان نروح الجنه معاكم، مكان ما فيهوش وباء خالص. قال لها مش قلتوا انه وهم؟ قالت له اه، بس خورخي يعرف واحد اسمه ماركوس، هنروح لماركوس ده وهو ان شاء الله يقدر يساعدنا في اللي احنا عايزين. وفجاه بيلاقوا نفسهم وسط الكرانكس وبيبداوا يجروا منهم وهم مرعوبين علشان عددهم كبير وهم بيهربوا في الضلمه، وفي الاخر بيلاقوا نفسهم بيجروا في المدينه وهيقعوا من المبنى خالص وبيلحقوا يفرملوا قبل ما يقعوا في الشارع. وبعدين بيبداوا يجروا وسط الدمار اللي في المدينه وبيطلعوا، الكائنات دي مش بتبطل تجري وراهم لحد ما بيوصلوا للحته وبريندا بتقع على الازاز، ولحظه ان الازاز بيتكسر وخلاص هيتدمر وياخدها ويقع، بس بتحاول تتحرك بحذر. وبعدها بتلاقي واحد من الكائنات دي هجم عليها وهي على الازاز وما كانتش عارفه تتحكم في جسمها كويس ولا تهرب منه ولا تضرب. راح صاحبنا توماس عمل حركه مجنونه ونط على الازاز ووقعه وشدها قبل ما تقع الحمد لله. وبعد ما قامت وفاقت نزلوا الشارع وقالت له خليك ماشي جنبي وحاول تتالم وما تبينش انك مستغرب علشان ما يقتلوناش. ها وبنعرف انها اتصابت في رجلها، ومعنى انها اتصابت انها يحصل فيها زي الوادي اللي في اول الفيلم، المرض هياكل في جسمها ويتغدى عليه وبعدين تتحول تدريجيا لكائن من الكائنات الغريبه دي. وبعدين بيروحوا لواحد وبيقولوا له فين ماركوس؟ قال لهم في القسم سي. قالوا له فين القسم سي ده؟ قال لهم عند محرقه الجثث. قالوا له طب ما شفتش صحابنا؟ قال لهم جوه خشوا، بس قبل ما تخشوا لازم تشربوا تذكره الدخول. وبيديهم مشروب غريب بس بدل ما يتقل
لحقت له شير بوم من الرعب ودخلوا له حفله فعلا. والله الراجل ما كدبش، وبعدين بريندا بتقول له اخش ادور عليهم وانت اثبت هنا وما تشربش حاجه تاني من حد، ها. وبعدين بيبدا يجي لتوماس هلاوس وبيشوف تيرسا بتبوسه، وبعدين بتطلع مش تيرسا دي بريندا وبيقول لها اوعي يا بنت انت مش تيرسا ما تقربيش مني. قالت له يا عم غور انت الطول. وبعدين بنشوف توماس بيفوق بالتدريج واصحابه قدامه وبيقولوا له ايه يا عم صباح الخير، وبنلاقي بريندا قاعده بصاله، وبنلاقي خورخي ماسك الراجل اللي قابلهم بره وهتك يا ضار، وبيقول له انت يا ماركوس تعرف ايه عن الدراع اليمين؟ قال له انا ازرق. هو انت ماركوس؟ وكل ده بتشتغلني؟ اديله يا خورخي ما تسيبوش. وفضل الراجل يقول له انا الباب ده اتقفل من سنين وما كانش بيعرف عنهم حاجه اصلا وقتها، وانهم بيتحركوا كل شويه. قال له ازاي يعني؟ امال كنت بتاخد العيال ليهم ازاي؟ قال له لا ما كنتش باخد حد ليهم، ده كله كده، انا كنت باخد العيال وابيعهم تاني الويكند. قال له اه رجعنا تاني للكذب وهتخليني اعمل من وشك بس فلور. وبعدين بيسالوا على عربيته الكبيره لسه موجوده ولا لا، وبياخدها وبيمشي في الجبل هو وبريندا والعيال. واول ما بيوصلوا لمكان في نفق جوه الجبل وعربياتها عطلانه وسداه بينزل، وبيبدا يضرب عليهم نار وبيستخبوا لحد ما يحددوا مكان اللي بيضرب نار علشان يصطادوه. وخورخي بيدي توماس قنبله وبيقول له خد يا ابني ارميها وشتتهم عقبال ما نحدد مكانهم. ولسه يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويحدف لقى نفسه مرفوع عليه سلاح وبيقول له ارمي يا حبيبي البومه اللي في ايدك دي. وبعدين بيظهر ايريس من ورا ويقول لها يا نهار ابيض سماره بتاعت عباس العقاد. قالت له يا خبر ابيض ايريس اللي معاه عربيه جاجوار. وبيطلعوا اصحابه وبيقول لها ايه يا بت اللي جابك هنا بقيتي تثبتي الناس؟ قالت له لا يا عم ده انا بحمي نفسي انا وزمايلي، انت ايه اللي جابك هنا؟ قال لها احنا هربنا من ويكد وجايين للدراع اليمين ينقذنا. قالت له تعالى معايا. قال لها تعرفي؟ قالت له اه تعالى. وبتقول لهم خلاص يا رجاله طلعوا اتبعنا ما تقلق. وبياخدوهم وبنعرف ان الدراع اليمين ده مش شخص، دي مؤسسه ضخمه وكبيره، وفينيس هو القائد اللي بيحدد هم هيقعدوا ولا لا. وبيجي يقول لهم اتفحصوا دول، وبنعرف ان الاطفال محصنين كلهم، ومعنى انهم محصنين انهم يقدروا يخشوا الجنه، والباقي لو مش محصن بس سليم عادي ممكن حاله يمشي. وبيبداوا يفحصوه، وبعدين بيلاقوا ان بريندا مصابه وخلاص كانوا هيقتلوها، بس توماس قال لهم لا انا قلت لها انكم ممكن تساعدونا. وبتظهر دكتوره بتقول ممكن علشان خاطر عيونك يا عم توماس نحاول، بس والله انت ربنا يبارك لك باللي انت عملته، ساعدتنا وانت مش عارف اننا ندخل ونخرج ونعرف كل تفصيله عن مباني ويكد، فهاتها جوه وهنحاول نرجعها. وبعدين بتقول انا كنت شغاله في ويكد زمان، وخلي بالك احنا كنا عايزين فعلا نعمل علاج للوباء، بس هم اكتشفوا ان في علاج موجود في الجهاز المناعي للاطفال، وعلشان نحافظ عليه لازم ناخده طازه منهم، فبقوا ياخدوهم ويعملوهم زي بطاريات للدواء ده يسحبوا منهم وهم مخدرين، يعني بيقتلوهم بالحياه عادي. انا دورت وعرفت ازاي ممكن نطور الدواء ده من غير مناعي اعمل كده، هاتلي شويه من دمك علشان نديلي المزه دي. وبعدين بتقول له كده خلاص هي هتبقى كويسه بعد شهرين ثلاثه، بس هتحتاج نقل دم تاني يعني زي المره دي. قال لها بسيط. وبعدين بنعرف انهم هيسيبوا خورخي وبريندا هنا، مش هينفع ياخدوهم معاهم، وغير كده هم حظهم حلو لانهم لاقوهم قبل ما يمشوا، لانهم كانوا ناويين يغيروا مكانهم خلاص. وبعدين بريندا بتقعد تتكلم مع توماس وتقول له انت بتفكرني قوي باخويا، كان زيك كده ودايما مجنون وبيخاف عليا، شكرا قوي لكل اللي عملته علشاني. وقال لها لا شكر ولا حاجه يا ستي. وبعدين بنشوفه هو خارج وخورخي بيشكره بيقول له انا كده مدين لك والف شكر على اللي عملته معاها. قال له حبيبي على ايه؟ وبعدين بيخرج يشوف صحابه بيروح يقف مع تيرسا بعيد، وبتقول له انها زمان امها اتصابت من المرض ده ومع الوقت هي خبتها، وكانت فاكره انها هتخف مع الوقت، وبعد شويه المرض بدا ينتشر في جسم امها، وامها اتحولت وبقت تعمل اصوات غريبه، وامها شهدت كل ده ومش عايزه حد تاني يشهده وعايزاهم يلاقوا علاج. انا اسفه قوي بس كان لازم اعمل كده واتصرف. قال لها اسفه على ايه؟ انت هببتي ايه؟ وبعدين بنشوف طيارات جايه وبتعرف ان تيرسا كانت مرشده لويكد كل الفتره اللي فاتت دي، وبيجري علشان يحذر كل اللي موجودين بس مش بيلحق للاسف، وبيضربوا على المكان باللي فيه صواريخ وكله بيتفاجئ طبعا. وبعدين بينزل جانسن ومعاه جنود والدكتوره، وبعدين بيبداوا يرصوا كل اللي في المكان ويلموا الاطفال، وبتقتل الدكتوره بتاعت ويكد دكتوره الدراع اليمين لانها يعتبر الكادر الطبي اصلا في المكان. بعدها بنشوف توماس ما اتمسكش ومستخبي مع خورخي وبريندا، وبيقولوا له ملهاش لازمه تروح معاهم مش هتفيدهم، خليك هنا وتعالى اهرب معانا. وبعدين بعد ما بيهربوا بيسيبوا شنطه متفجرات وبيسلم توماس نفسه بيرصوا معاهم، وبعدين بيقوم يهدد انه هيفجر نفسه لو ما سابوش باقي الدراع اليمين يمشوا هي موتة ولا اكتر. وبعدين بيقعدوا يتحايلوا عليه اهدى وما يعملش اي حاجه بس ويسيبوهم، واصحابه بيجوا معاه ويدعموه ولو فجرهم معاه مش هيمنعوا. قال لهم وحوش ورجاله والله. وبعدين بنشوف خورخي رجع ويخبط ناس كتير بالعربيه، وبدات معركه تاني بين المقاومه وجيش ويكر. وجانسن كان هيقتل توماس علشان هو قص المشاكل، بس بنشوف بريندا قتلته بالقناصه من بعيد. وبعدين توماس بيفجر القنابل بعيد في شويه جنود، بس اللي
للأسف برضو الدكتورة بيكون سحبت صحابه معاهم ترس الخاينة وتمشي. والرئيس بتاع المقاومة قال له يا ابني انت مش عارف الأغنية؟ قال له أغنية ايه؟ قال له اتنين مالهم شامان الفرامل والنسوان، او ممكن نبدل النسوان باليهود عادي. قال له طب دلوقتي ايه العمل بعد اللي حصل؟ قال له هنبدأ من الصفر تقريبا من اول وجديد. قال له من اول وجديد ايه يا عم؟ عايزين سلسلة افلام مختلفة وقوية، تعال نروح ننتقم ونرجع صحابي، اصل انا مش هعرف اعيش من غير صحابي وكده كده رايح. قال له احنا مش عايزين نيجي بس المخرج كده مش هيحطنا في الجزء التالت فهنيجي معاك، وخورخي وبريندا برضو بيقولوا هي. وبيخلص الجزء بتاعنا على كده، ولو عجبك وعايز الجزء التالت من الفيلم قول لنا ومش هنستخسره فيك، بس انت ما تستخسرش فينا اللايك علشان لما يوصل الفيديو ل 5000 لايك ننزل لك الجزء التالت اللي هنشوف فيه توماس هيعمل ايه بقى.